السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا معاكم طارق هشام، وده فيديو أنبوكسنج لجهاز LG G5، أقوى أجهزة LG في عام 2016. وكمان هنتعرف على أصدقاء من الإكسسوارات كام بلس وباتري تشارجنج كيت. خليكم معانا. خلونا نبدأ طبعا بعلبة الجهاز LG G5 ونستعرضها من الخارج. عليها شعار الجهاز وكمان عليها شعار شركة كوالكوم المصنعة لمعالج الجهاز. ومن الناحية ديت هنلاقي موديل الجهاز اللي هو H860، وده المفترض الموديل اللي معانا بيدعم شريحتين اتصال، لكن في موديل تاني هو H850، ده اللي بيكون بيدعم شريحة اتصال واحدة. بالنسبة لجهاز LG G5 السنة دي، LG اعتمدت فيه على تصميم مختلف تماما، انه يكون قطعة واحدة من المعدن، ولكن يتميز بان هو من الموديولار ديزاين او التصميم التركيبي، بمعنى ان برغم ان الجهاز من قطعه واحده لكن تقدر تفك البطاريه عشان تستبدلها بكل سهوله زي ما هو واضح على تصميم علبه الجهاز. فالعلبه بتفتح بالشكل دوت، ومن خلال السهم اللي فوق نفتح غطاء العلبه. هنستعرض الجهاز، اول حاجه قدامنا هو LG G5 باللون الذهبي، وهنرجع له بالتفصيل مره تانيه، ولكن نشوف باقي محتويات العلبه. اول حاجه هنلاقيها هي بدء التشغيل السريع باللغه العربيه، لكن مش هنحتاجه دلوقتي. بعد كده كابل الجهاز من نوع USB Type C ل USB Type A العادي عشان اوصله طبعا بالكمبيوتر او الشاحن. بعد كده هنلاقي سماعات الايرفونز، وهي السلك بتاعها معمول من القماش، ولكن مفيش غيارات إضافية للأذن داخل العلبة. وكمان اللي لاحظته إن زرار السماعات هو زرار واحد فقط، مفيش زراير تحكم في الصوت. ده بالنسبة لسماعات الجهاز. هنلاقي برضو دبوس لإخراج درج الشريحة، وأخيرا هنلاقي شاحن الجهاز فاست تشارج بيدعم الشحن السريع، والمخرج بتاعه 9 فولت و1.8 امبير او 5 فولت و1.8 امبير برضه. ده بالنسبه لمحتويات علبه جهاز LG G5، هنخليها كلها على جنب دلوقتي ونرجع للجهاز ونتكلم عنه شويه. خلونا نشوف التصميم المعدني لجهاز LG G5، واللي اختلف تماما عن تصميم الجي 4 والجي 3 قبل كده كانوا مصنوعين من البلاستيك. الجي 5 دلوقتي مصنوع من المعدن، ولكن ملمس المعدن بتاعه يمكن انعم شويه من اجهزه من المعدن تانيه زي النكسس 6 بي، وده ال جي وضحته ان هو الجهاز فيه عليه نوع من انواع الطلاء بيغطي السبيكه الاصليه المصنوع منها الجهاز، وهي بالفعل سبيكه من مجموعه من المعادن. فده بالنسبه لخامات الجهاز. اما عن ابعاد الجهاز، فهو الطول بتاعه 149.4 مللي، والعرض بتاعه 73.9 مللي، سمك الجهاز 7.7 مللي، والوزن بتاعه 159 جرام. حجم الشاشة طبعا بقى أقل دلوقتي، 5.3 بوصة، وبنفس دقة كواد HD IPS LCD، وبدقة 1440 × 2560 بكسل، وكثافة البكسلات 554 PPI. الشاشة عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 4. من فوق هنلاقي سماعات المكالمات والنوتيفيكيشن LED والبروكسيميتي واللايت سنسورز تحكم في ضغط الشاشة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.0. أسفل الشاشة هنلاقي شعار LG، ومن تحت هنلاقي منفذ اليو اس بي تايب سي اللي بيدعم بالتاكيد الشحن السريع، والميكروفون الاساسي للمكالمات، وسماعات الخارجيه اللاود سبيكرز. من الناحيه اليمين هنلاقي مفيش غير درج الشريحه، فخلينا نستعرضه نشوف التصميم بتاعه عامل ازاي. هنلاقي ان هو بيتكون من مكانين، المكان الاولاني تقدر تحط فيه شريحه بحجم نانو سيم، هي الشريحة الأولى، والمكان التاني إما إن أنت تحط فيه شريحة تانية بحجم نانو سيم أو كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد بيدعم حتى ذاكرة 2 ترابايت على حسب كلام LG، لكن طبعا السعر ديت حاليا مش متوفرة دلوقتي. بالنسبة للجهاز من الناحية الشمال هنلاقي فيه زراير التحكم في الصوت، ده المكان الجديد بتاعها بعد ما كانت موجودة في الخلف قبل كده في الأجهزة السابقة. بالنسبة لأعلى الجهاز هنلاقي منفذ السماعات 3.5 ملليمتر، والريموت الاي ار للتحكم في التلفزيون او التكييف او الاجهزة المنزلية، والميكروفون التاني لازالة الضوضاء. من ظهر الجهاز هنلاقي الموضوع اختلف شوية، بقى موجود عندي كاميرتين، كاميرا اساسية بدقة 16 ميجا بكسل زي اللي كانت موجودة في الجي 4، وفتحة عدسة F1.8، وبتدعم تصوير حتى 4K ومثبت بصري.
والكاميرا الاضافيه اللي اضافتها ال جي هي دقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.4، لكن تتميز ان هي زاويه الرؤيه بتاعتها زاويه عريضه اف 135 درجه، بتدي انطباع مختلف جدا في الصور، وان شاء الله هنبقى ليها تجربه خاصه في الفيديوهات اللي جايه. كمان عندي فلاش ال اي دي والكالر سبيكتر، كالر سبيكترم سنسور اللي بيحسن من الالوان في الصور، والليزر اوتو فوكس. اسفل الكاميرات هنلاقي زرار الباور بوتن، وبقى مدمج فيه دلوقتي فينجر برين سنسور مستشعر للبصمه زي اللي موجود في النكسس 6 بي، ومن تحت هنلاقي شعار الجي 5. فده بالنسبه للجهاز. من الجهاز دلوقتي بقى فيه ميزه جديده اللي هي الموديولار ديزاين، وده من خلال الزرار الموجود في الاسفل هنا تقدر تفك الجزء دوت من الجهاز، لكن تضغط على الزرار دوت بقوه عشان تلاقي الجزء دوت انفصل، تقدر ان انت تشده عشان تستعرض او تفك البطارية اللي هي بسعة 2800 ملي امبير، وبتقدر ان انت تفكها عن الجزء الاسفل دوت بالشكل دوت. ده الشكل الصحيح عشان تفك منه البطارية، بتمسك البطارية كده وتفكها من الجزء ده عشان تستبدل الجزء ده باي قطعة تانية اكسسوارات زي ال جي كام بلس اللي هنشوفها كمان شوية، اللي بتضيف امكانيات جديدة على الجهاز واكسسوارات تانية اعلن عنها ال جي، زي مثلا معالج الصوتيات اللي هو من شركة بانج اند اولفسن، بيضيف برضو نقاء للصوت مختلف جدا. فالفكرة ما زالت في البداية، ولكن ال جي محتاجة ان هي تطورها وتدعمها باكسسوارات جديدة. بالنسبة للبطارية انت بترجعها تاني بالشكل دوت في الجزء الاسفل، وبترجعها هنا في مداخل الجهاز لغاية لما تسمع الصوت دوت، تتأكد ان هو تم غلق الجزء ده بإحكام عشان ما يفكش بسهولة. الجهاز بيجي طبعا ب 4 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 32 جيجا بايت. معالج الجهاز من كوالكوم سناب دراجون 820، وهو معالج رباعي النواه بسرعه تردد 2.15 جيجا هرتز للمهام الثقيله اللي هو المعالج الثنائي الاولاني، والمعالج الثنائي الثاني بيبقى بسرعه تردد 1.6 جيجا هرتز للمهام الاخف. اما عن معالج الرسوم فهو ادرينو 530. ده بالنسبة لمواصفات ال جي 5 وتصميمه. خلونا دلوقتي نشوف ال جي كام بلس ونستعرض ازاي ان هي نقدر نركبها في الجهاز. دي قطعة ال جي كام بلس، احد الاكسسوارات الصديقة لجهاز ال جي 5، زي ما ال جي بتطلق عليها كلمة ال جي فريندز. خلونا نشوف العلبة بتاعتها ونلاقي فيها بعض الكتيبات. كتيب الحقيقة اكبر من كتيب الجهاز نفسه. دي قطعة الكام بلس نفسها، وهي القطعة فيها بعض الأزرار اللي بتديك تحكم أكبر في الكاميرا للجهاز، وكمان فيها بطارية داخلية بسعة 1200 ملي أمبير أور عشان يكون إجمالي سعة بطارية الجهاز بالقطعة ديت 4000 ملي أمبير. طيب نشوف اللي هي بتركب إزاي. هنلاقي في الجهاز هنا، هنفك طبعا الجزء الأسفل دوت زي ما قلنا، نضغط هنا ونفك ده الجزء ده ونفك البطارية ونركبها في قطعة ال جي كام بلس بالشكل ده، ونرجع نركبها تاني في الجهاز مرة تانية. نسمع الصوت ان هي اغلقت بإحكام. ال جي كام بلس فيها بعض الأزرار، في هنا زرار لتسجيل الفيديو، وزرار لالتقاط الكاميرا، التقاط الصور، وهنا زرار للتحكم في الزوم بتاع الكاميرا، وهنا زرار الاون واوف عشان يديك ان انت تدخل على الكاميرا بكل سهولة. هي طبعا مفيدة ان انت تنفع تصور بالجهاز وانت ماسك الجهاز بايد واحدة. فده شكل اللي هو ال جي كام بلس، وزي ما قلنا فيها بطارية داخلية اضافية على بطارية الجهاز، وتقدر بعد كده ان انت تفكها بكل سهولة بنفس الطريقة تاني، تضغط على الزرار لغاية لما الجزء ده يفك وتشد البطارية وتفكها من الجزء دوت بنفس الطريقة، وترجعها مرة تانية في القطعة الاساسية للجهاز بالشكل ده. اخر صندوق موجود معانا النهارده هو ال جي 5 باتري تشارجنج كيت، شاحن اضافي لبطارية الجهاز جي 5، من خلاله تقدر تشحن البطارية بشكل منفصل بعيد عن الجهاز. اول حاجة طبعا اللي هي الكتيبات، وبعد كده هنلاقي اول قطعة قدامنا هي اللي من خلالها تقدر تشحن البطارية، بيكون فيها تفتح الجزء دوت وتحط هنا البطارية الجهاز،
وتقدر ان انت تشحنها توصلها بالكهرباء مباشرة وتشحن بطارية تانية غير البطارية الموجودة داخل الجهاز. وكمان فيها ميزة ان انت تقدر تستخدمها كباور بانك الجهاز، تحط فيها البطارية تانية وتستخدمها كباور بانك تشحن بيها الجهاز. وموجود هنا فيها نوتيفيكيشن او كذا نوتيفيكيشن LED بتبين لك مدى مستوى الشحن الموجودة في البطارية، وفيها زرار باور عشان تشغلها زي ما قلنا كباور بانك. فده بالنسبة للقطعة الأولانية. بعد كده نلاقي قطعة تانية اللي هي الحافظة، مجرد حافظة بسيطة للبطارية عشان لو انت بتتنقل بالبطارية تبقى موجودة معاك ما يحصلهاش أي تلف تحميها. بعد كده هنلاقي هي بطارية تانية إضافية بنفس البطارية الموجودة في الجهاز بنفس السعر 2800 ملي أمبير أور، وتقدر إن أنت طبعا تستبدلها مباشرة وكأنك شحنت الجهاز من 0 لـ100% في دقائق معدودة يعني. وده بالنسبة لآخر قطعة موجودة معانا النهاردة اللي هي الباتري تشارجنج كيت. بعد ما شغلت جهاز LG G5 خلونا نشوف نظرة سريعة كده على السوفت وير الخاص بالجهاز. وأول حاجة نلاحظها هي ميزة الـ Always On Display اللي أضافتها LG، شبه الموجودة طبعا في جالاكسي S7، وهي بتضيف لك الساعة والتاريخ، ولو في أي نوتيفيكيشن من أي برامج تانية تقدر إن أنت تشوفها من على الشاشة بدون إن أنت تفتح الجهاز والشاشة مغلقة. طيب خلونا نفتح الجهاز من خلال البصمة. البصمة الحقيقة أداءها كويس جدا كانطباع أولاني، لكن هي مش بنفس سرعة النكسس 6 بي، لكن أداءها يعتبر جيد جدا. بالنسبة للسوفت وير الخاص بالجهاز هنلاقي معظم البرامج كلها بقت موجودة على الديسكتوب ومتقسمة لفولدرات، ومفيش أبلكيشن درور بقت شبيهة بالسوفت وير الأجهزة الصينية زي هواوي أو شاومي، مفيش أبلكيشن درور والبرامج كلها موجودة على الديسكتوب. خلونا طيب نشوف السيتنجز بتاعت الجهاز ونشوف النظام الاندرويد. جهاز جي 5 بيجي بنظام اندرويد مارشميلو 6.0.1. خلونا برضو نشوف مثلا الساعة الداخلية اللي بتيجي في الجهاز. الجهاز زي ما قلنا الساعة الداخلية بتاعت 32 جيجا بايت، لكن المتاح منهم في أول استخدام بيكون حوالي 22 أو 23 جيجا بايت. تعالوا مثلا نشوف حاجة تانية مثلا زي صوت الجهاز، صوت السماعات. الحقيقة الصوت يعتبر قوي جدا، صوت مميز الحقيقة. يعني برضو هنتكلم عن كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المراجعة، ولكن خلونا مثلا نجرب كاميرا الجهاز الجي 5. في الكاميرا بالزاوية العادية وفي كاميرا تانية بالزاوية العريضة. خلونا مثلا نجربها، نلتقط صورة زي كده ونستخدم مثلا حاجة زي الكورة ديت. دي مثلا صورة بالزاوية العادية، طبعا الالتقاط سريع جدا. وخلونا نشوف الزاوية العريضة نلاقي الكورة ظهرت بالكامل معانا في الصورة. ولو حبينا نشوف جودة الصور ليها، طبعا جودة الصور كويسة جدا، دي يمكن بالزاوية عريضة. خلينا نشوف كاميرا الصورة بالكاميرا الأساسية، طبعا التفاصيل فيها حقيقة كويسة جدا كانطباع أولي، لكن إن شاء الله يكون ليها مقارنة منفصلة و يعني فيديوهات منفصلة عن الكاميرا ومقارنة ليها مع كاميرا من الأجهزة المنافسة. فدي كانت نظرة سريعة على السوفت وير الخاص بجهاز LG G5. بكده نكون وصلنا لنهاية أولى فيديوهاتنا عن جهاز LG G5. تابعونا إن شاء الله فيديوهات جاية كتير عن الجهاز وتجربته ومقارنته مع المنافسين ليه. ما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك عشان نقول لكم تجربتنا عن الجهاز بعد استخدامه. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.